اليوم فقرة أخبارنا رح تكون مختلفة ومميزة وموجهة لكل محبي ديزني صغار أو كبار. رح نرفع لكم الستار ونعلن عن مفاجآت ديزني لـ2023. أخرج وأعيش برا المحيط فوق في الدنيا. هالعبارة بتاخدنا لحورية البحر بس بشكل جديد وهيئة مختلفة. قررت ديزني ترجع تعيشنا اللحظات الحلوة بمشاهدة فيلم The Little Mermaid ببوسترو الجديد، ورح يكون العرض بصالات السينما بمايو 2023. والمفاجأة الثانية رح تقدمها ترون ليدنتيتي لنشوف مغامرة على شكل رواية مرئية، ورح يتم فيها تتبع كايري، وهو برنامج للمخبرين مكلف بمهمة حل لغز غامض ورا جريمة ما لها مسبوقة. هاللعبة لعبة ألغاز وغموض مستوحاة من مجموعة أعمال ترون. وكمان أعلنت بيثل جيمز مؤخراً عن إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة ألعاب الفيديو بـ2023. والمفاجأة الثالثة رح تكون جديدة كلياً ويلي كشفت عنها استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وهي فيلم ويش، فيلم رسوم متحركة جديد كلياً عن نجم الأمنيات، ورح نشوفه بنوفمبر 2023. وأما المفاجأة الأخيرة أفاتار The War of Water بإعلان حماسي من ديزني وطلبها من الجمهور أنه يستعد للعودة لباندورا بـ15 ديسمبر. وكشفت عن الإعلان الرسمي الجديد يلي بياخدنا لعالم تاني ثلاثي الأبعاد لهالفيلم.